السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خفتي جبناكم 5 سيارات بأنواع مختلفة. خفتي اللي خصته أي سيارة يكتبنا في تعليق نجيبها له بحول الله. خفتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. جولف سات 2 متر طاقة مازوت ماشية 195 ألف كارت جريس صافية. خفتي السيارة طوله 265 مليون موجودة في خنشلة. قرأوا البطاقة التقنية ملي خابتي قبل ما تعيطوا المولاه. بولو 2012 المحرك 1.90 شوفو ماشية 238 في كارت غريس صافية. خوتي السيارة طوله 170 مليون موجودة في تيبازا. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو اف ار 2020 طاقة مازوت المحرك 170 شوفو ماشية 7000 الوثائق رخصة مجهد. خوتي السيارة طوله 615 مليون موجودة في سوق هراس. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كونغو 2021 طاقة مازوت المحرك 1.5 صندي شوفو ماشية 78500. خوتي السيارة طوله 310 ملايين موجودة في عنابة. قرأوا البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ستامبوي 2018 طاقة غاز المحرك 1.96 شوفو ماشية 218 ألف كارتغري صافية. خوتي السيارة طوله 225 مليون موجودة في الجزائر بيرتوتا. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.